جمهورية لا اللي هي جمهورية مصر العربية، جابوا مواطن مصري صالح بيدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووطني جدا، ومواطن لا غبار عليه في الوطنية ولا التعريض للسيد الرئيس، لدرجة انه بيظهر في مسلسل الاختيار بالشكل ده وبيدعم السيد الرئيس بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه في مسلسل الاختيار في محاربة الارهاب وفض اعتصام رابعة. المواطن المصري الصالح دوت تقريبا المخابرات كان في حاجة عايزة تعملها، او في قرار مصر هتاخده، او السيسي قرار هياخده من قرارات القروض او التفريط او البيع والكلام ده كله، فعايزين يعملوا الناس الشعب ما ياخدوش بالهم من القرارات دي، فيعملوا ايه؟ قال له ايه رايكم نخترع قصه راجل اتجوز 33 واحده؟ ايه 33 واحده؟ اه وكان شغال محلل، اتجوز واحده بالليل ويطلقها، وتاني يوم الصبح اتجوز واحده تانيه ويطلقها، شغال محلل. طيب نجيب مين يعمل القصه دي؟ مذيع الفز شريف عامر، اللي هو ده شريف عامر راح جاي، اللي هو بتاع شيماء ده. جا 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 شريف عامر راح جاب الراجل قال له انا اتجوزت 33 مره، وجابوا مبروك عطيه بديل سعد الدين الهلالي وبديل برهامي وبديل علي جمعه، ما دول اختفوا دلوقتي، مبروك عطيه بقى هو نجم التلفزيون دلوقتي. جابوه ما سالوش الراجل عن عقود الجواز فين ولا عقود الطلاق فين، قال لهم انا اتجوزت 33 مره، وعملوا بقى بوليكا ودوشه بقى، وفعلا الموضوع انتشر بكثافه في مصر. في الاخر طلع الراجل بالشكل ده، تقدروا تخشوا على الفيديو يا جماعه، ده الصوره بتاعت الفيديو باسمه موجود على اليوتيوب. طلع الراجل كذب شريف عامر وقال لا انا طلعت وقلت الكلام ده علشان خاطر هم وعدوني بفلوس وفي الاخر ما ادونيش حاجه، ده كان كلام الراجل. ايه اللي حصل في الاخر؟ الراجل النهارده صدرت النيابه العامه قرار بحبسه. بحبس مين؟ محمد الملاح. ليه يا محمد يا ملاح؟ عشان ده اخره التعريض، ما تعرضش تاني. التعريض وحش بالذات لما تيجي تعرض مع واحد قصير. انت تسأل طب وليه ما اعتقلوش او ما حبسوش او ما فيش بلاغ ضد شريف عامر المذيع اللي روج للحاجات دي وبدون سند؟ يا ابني ازاي ده؟ شريف عامر ده كل يوم السيسي بيعمل معاه مداخلات، ازاي؟ السلام عليكم.